السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق هذا الشوط وشوطنا أيضا الخامس عشر هو الشوط الثاني للإبكار الإنتاج للأشواط المفتوحة. نتابع في هذه اللحظات الانطلاق مع سن اللقاية هنا المقدمة والصدارة مع بواجة على المركز الأول في هذه اللحظات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد وخالد بن أحمد الثاني ويضمرها محمد بن برقان بن مقارح، ولكن ينخطط في هذه اللحظات بهذا الانطلاق من السرية هنا في هذه اللحظات أو سرايا لهجن أم الزبار وبقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يغير إلى مقدمة الشوط، بينما أرى اللي قادمة في هذه اللحظات وغيرت على المركز الثاني منطلقة ومندفعة اللي هي وجود لهجن أم الزبار وبقيادة حمد بن سالم بن زاهرة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات الوصول والقدوم من التماس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني وبقيادة هادي بن جر الله بن علي الجر الله هنا مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع هنا وصول وانطلاق من الزبارة لهجن أم الزبار وبقيادة عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري مع المركز الرابع. المركز الخامس مراسيل لهجن أم الزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة في هذه اللحظات وانطلاقة الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة المندفعة. ونعود إلى المقدمة وإلى سرايا لهجن أم الزبار مع المركز الأول مع المقدمة مع سرايا اللي في الصدارة منطلقة ومندفعة وبقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني قادم هنا مع سرايا اللي على المقدمة، بينما النقلة على المركز الثاني والوصول من وجود لهجن أم الزبار وبقيادة حمد بن سالم بن زاهرة المري والمركز الثالث. نرى في هذه اللحظات اللي تسللت على المركز الثاني اللي هي التماس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني ويضمرها هنا هادي بن جر الله بن علي الجر الله مع المركز الثاني. المركز الرابع التابع في هذه اللحظات اللي هي مراسيل لهجن أم الزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري مع المركز الرابع. المركز الخامس أول ندى لي أيضا هنا ذرة قادمة في هذه اللحظات لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني ويضمرها هادي بن جر الله بن علي آل جر الله قادم هنا مع المركز الخامس يغير إلى المركز الرابع إلى الثالث. يا سلام يا ذرة قادمة في هذه اللحظات، ولكن بنعود إلى مقدمة الشوط دائما وأبدا. هنا نتابع سرايا مع المقدمة ومع المركز الأول منطلقة ومندفعة سرايا لهجن أم الزبار وبقيادة هنا في هذه اللحظات ناصر بن حمد بن مسلم الشهواني هنا من يتابعها، ولكن هنا ينخطف في هذه اللحظات التماس انطلقت التماس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني ويضمنها هادي بن جر الله بن علي الجر الله وذرة قادمة بنفس الشعار. يا سلام يا ذرة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني ويضمنها هادي بن جر الله بن علي الجار الله. يا سلام من اختطف الشوط الأول للإنتاج هنا بهذا الشعار مع العنود. يا سلام الله على هذا الأداء، وأيضا مضمر هادي بن علي بن جار الله. يا سلام هادي بن جار الله، ولكن نعود اللي وصلت في هذه اللحظات اللي وصلت وجود بدأت تتسلل بدأت تنطلق مباشرة إلى مقدمة الشوط لهجن أم الزبار وبقيادة حمد بن سالم بن زاهرة المري. يا سلام 1500 متر عن النهاية، ولكن التحدي والإثارة بينما المركز الثالث شوفوا اللي قادمة هناك مراسيل هجن أم الزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري، ولكن شوفوا سرايا تعود مرة أخرى. الله يا سرايا لهجن أم الزبار وبقيادة ناصر بن حمد بن مسلم الشهواني. شوفوا اللي انضمت إلى قافلة الخمس وأيضا تتجاوز من الجانب الأيمن. يا سلام على هذا الأداء والانطلاق اللي هي شديدة
الشداد هجوم الزبار جابر بن علي بن نجم المري بدأ ينطلق مع شديدة في هذه اللحظات مباشرة إلى مقدمة الشوط مع شديدة. يا سلام تبين في وقت الشدة شديدة، الله يا شديدة يا شديدة شديدة انطلقت إلى المركز الأول إلى المقدمة مع جابر بن علي بن نجم المري بشعار هجوم الزبار، الله والتسعمية متر الأخيرة هنا في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني اللي تشكل الخطر الأكبر هنا في هذه اللحظات التماس التماس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الهادي ويضمنها هادي بن جار الله بن علي الجار الله الكير ومتواجدين هنا في الوصافة، بينما المركز الثالث مراسيل لهجوم الزبار وبدأ جابر بن علي بن نجم المري المركز الرابع اللي بدأت تصل في هذه اللحظات سرايا سرايا لهجوم الزبار ناصر بن حمد بن مسلم الشهواني المركز الخامس هنا وجود وجود لهجوم الزبار حمد بن سالم بن زاهر المري، ولكن نعود إلى المقدمة إلى حاملة الرقم واحد وهي على المركز الأول شديدة يا شديدة شديدة على المركز الأول شديدة على المقدمة هنا التماس على المركز الثاني تشكل الخطر الأكبر. يا سلام يا سلام على المقدمة، ولكن الثلاثمية متر الأخيرة وشديدة يا شديدة شديدة على المركز الأول لهجنم الزبار يا أيضا هنا في هذه اللحظات جابر بن علي بن نجم المري، ولكن الله الميتين متر الأخيرة شديدة شديدة التماس التماس شديدة شديدة والتماس التماس وشديدة شديدة شديدة التماس التماس شديدة شديدة التماس التماس شديدة 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 يا شديدة يا شديدة ما طاعت تسلم ما طاعت بكل قواها بكل قواها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الهجن من زبار سلام يا بن نجم سلام على هذا الفوز مع شديدة اللي أيضا هنا في هذه اللحظات بكل شجاعة فوزها بالشجاعة هنا تهانينا وناموس المركز الثاني التماس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن الهاني المركز الثالث المركز الثالث عهد الهجوم الزبار مع جابر بن علي بن نجم المركز الرابع المركز الرابع مراسيل لهجوم الزبار وجابر بن علي بن نجم المركز الخامس المركز الخامس سرايا لهجوم الزبار وبقيادة ناصر محمد بن مسر الشهواني تهانينا والناموس على هذا الفوز وساعة الوصول إلى خط النهاية. هنا شاهدنا شوفوا شوفوا التنافس شوفوا التنافس شوفوا شديدة شديدة ضايقة التماس مات بها الطوفها ما شاء الله تبارك الله تميز تميز مع شديدة إلى خط النهاية بفوز وشجاعة من شديدة اللي أيضا صاملة بكل قواها إلى الفوز حاملة رقم واحد وشديدة بانت في الشدة وأنهت هذا الناموس لهجن أم الزبار سلام والتحية واحترام ولمالكها جابر بن علي بن نجم المري تهانينا على هذا الفوز وفوز شديدة اللي أيضا انتزعت هذا الناموس الغالي 7:30 65 جزء من الثانية تهانينا والناموس المركز الثاني التماس اللي أيضا ما قصرت قدمت العرض ممتاز هنا في هذه اللحظات توصلت على الوصافة المركز الثاني 7:30 73 جزء من الثانية تهانينا والناموس لمالك التماس سعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني والتهنية موصولة لهادي بن جر الله بن علي الجر الله على هذا الفوز بينما وصلت على المركز الثالث هناك اللي هي عهد توقيتها 7:32 46 جزء من الثانية تهانينا والناموس لهجوم الزبار والتهنئة وصولا لجابر بن علي بن نجم.